لتسليط الضوء أكثر على انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في ظل مخاوف مجاعة قد تضرب اليمن، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول عضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني الشيخ صلاح باتيس. شيخ صلاح، بداية مرحبا بكم. بعد اتهام الحكومة الشرعية في اليمن ميليشيا الحوثي بتنفيذ الأجندة الإيرانية، هل تتوقع تغيرا ربما في الموقف الأمريكي والدولي تجاه ميليشيات الحوثي بعد جرائمهم ضد المدنيين في اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي العزيز. والحقيقة أن الحوثي منذ أول لحظة ومنذ أول وهلة وهو مدعوم من إيران بكل القرائن والأدلة التي لا تحتاج إلى ادعاء أو تحتاج إلى إثبات، لأنه منذ أن بدأ بحربه الأولى في اليمن ثم 6 حروب قاتل فيها الدولة، ثم بعد ذلك انطلق لمحاصرة العاصمة صنعاء، كانت هناك لدى الدولة اليمنية أكثر من طاقم لأكثر من سفينة محملة بالأسلحة، سفن إيرانية جيهان 1 وجيهان 2. وعندما دخل صنعاء أنا كنت موجود عند رئيس الجمهورية في صنعاء، وكان هناك مفاوضات مع رئيس الجمهورية وهم يحاصرون العاصمة صنعاء لإطلاق سراح خبراء من الحرس الثوري الإيراني ومن حزب الله اللبناني مقابل فض الحصار عن العاصمة صنعاء. طيب. شيخ، يعني هل من الصعوبة بمكان أن يتدخل المجتمع الدولي لإدخال المساعدات؟ بلا شك أخي الكريم أن القضية هي سيطرة الحوثي على ما يقارب 30% أو 25% من الجغرافيا اليمنية التي يتركز فيها نصف السكان، وهذه المنطقة في أقصى شمال اليمن جبلية وفي نفس الوقت وعرة وصعبة، لذلك هو يتمركز بميليشياته فيها ويتحكم في مطار صنعاء وفي ميناء الحديدة التي ينبغي أن تكون منفذ آمن لوصول المساعدات الإنسانية لهذا الكم الهائل من أبناء الشعب اليمني في هذه المحافظات، لكنه يستخدم المطار والميناء وأي منفذ لتهريب الأسلحة والوقود وغير ذلك من ما يسميه هو بالجهد الحربي لتمويل ميليشياته بأنواع الأسلحة وأنواع الوقود وأنواع الخدمات. لذلك يعني الأفضل أن يتعامل المجتمع الدولي مع الحكومة الشرعية المتواجدة في عدن، والحكومة بكل حال من الأحوال مسؤولة عن إيصال هذه المساعدات لكل أبناء اليمن في كل المحافظات عبر وسائل مختلفة، منها الجهد الأهلي والمنظمات الإنسانية المختلفة، لكن الخطورة أن تصل هذه المساعدات إلى أيدي الحوثيين فيحولوها إلى مجهود حربي كما يسمونه لتمويل ميليشياتهم. يعني في ظل وجود مخاوف من حدوث مجاعة في اليمن، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صرح بأن خفض المساعدات الإنسانية هو بمثابة إعدام. من الذي يعني يتحرك من أجل إرغام الحوثيين وميليشيات الحوثي على عدم إدخال المساعدات؟ من الجهة التي تملك القوة بحيث تستطيع أن تفعل شيئا على الأرض يوقف هذه المجاعة وهذه التحذيرات من مجاعة في غضون تقريبا شهر أو أقل من شهر؟ أخي العزيز، قدمت الحكومة الشرعية برئاسة الدكتور معين عبد الملك بعد اتفاق الرياض يعني خطة عمل متكاملة تضمن لكل من يريد أن يقدم المساعدات للشعب اليمني وصول هذه المساعدات لكل مناطق اليمن وكل محافظات اليمن وكل فئات المجتمع اليمني. كذلك تقدمت الحكومة بطلب أن على المجتمع الدولي الوقوف مع الحكومة الشرعية ومع الجيش الوطني لحسم معركته مع هؤلاء المتمردين، لأنه لا يمكن أن يتم التعامل مع هذه الميليشيات من أي جهة كانت، ولا يمكن أن يضمن سلامة التفاهم معها ولا الاتفاقيات معها أي جهة كانت، لأنهم يعني يعملون بعقلية الميليشيا ولا يعملون بعقلية الدولة، يعملون بعقلية المرتزقة والعصابات ولا يعملون بعقلية الدولة. لذلك إذا أراد المجتمع الدولي دعم اليمن ودعم الشعب اليمني ومساعدة الشعب اليمني، فعليه أن يدعم الحكومة الشرعية والجيش الوطني لبسط نفوذ الدولة على كل اليمن. وقد أصبح اليوم بفضل الله عز وجل هناك اصطفاف شعبي
والقبائل اليمنية برمتها تصطف مع الدولة وتصطف مع الجيش، لذلك انهزم الحوثيون في محاولتهم للسيطرة على مأرب بعد أن زجوا بالمغرر بهم في هذه الجبهات، فأصبح الحوثي اليوم أضعف من أي وقت مضى. من إسطنبول عضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني الشيخ صلاح باتيس، شكرا لك.